قانون الإيجار القديم، الأزمة اللي كل الناس تقريباً عايزة تحلها لكن صعب تجمع الفرقاء. أزمة مستمرة بقالها سنوات وسنوات، وأخيراً السنة اللي فاتت خرج جزء من القانون مهم جداً ليه علاقة بالقانون الإيجار القديم، ليه علاقة بالشخصيات الاعتبارية أو الأشياء الغير سكنية أو الجهات الاعتبارية الغير سكنية أو التجارية. التطبيق بعد سنة أخباره إيه؟ والخبر اللي سمعناه حقيقي ولا لأ؟ هنعرف من الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب. أهلا بحضرتك سيادة النائب. أهلا يا فندم، أهلا وسهلا، كل سنة طيبين. وإنت طيب ويا رب دايما مصر بخير. السؤال الأول ليه علاقة بأن الأخبار اللي سمعناها دي إن بعد شهر من دلوقتي هيكون القانون الخاص بالإيجار القديم جاهز ويخرج، هل الخبر ده حقيقي؟ لا طبعا، شهر ده مستحيل. هذا القانون بالذات هيحتاج حوار مجتمعي واسع وهياخد وقته، عشان الحوار المجتمعي ده نقدر نوصل لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع ويبقى فيه تدريج في التنفيذ، لان ما ينفعش هذا القانون يتطبق في التو والحال، لازم يتطبق تدريجيا. طيب انت زي حضرتك ما قلتي، هو قانون يهم غالبية الشعب. صحيح. لأن أغلب الناس يا أصحاب عقارات يا إما ساكني في هذه العقارات. ما عدا جزء قليل بقى اللي هم بيسكنوا في أملاكهم. لكن ده نسبة كبيرة قوي من الشعب المصري، تتجاوز 85% يهمهم هذا القانون. وبالتالي ده قانون هام وبالغ الحساسية. طيب ممكن أفهم. وأجل النظر فيه على مدى عشرات السنين، لأن كانت كل حكومة تيجي تأجله تقول لك الحكومة الجاية. يمكن المواجهة فيه صعبة جدا مع الناس جداً، لأنك مش هتقدر ترضي الطرفين. حد أقل من القيمة بتاعة الإيجار بيدفع فلوس لصاحب العين، وده طبعا بيضره، وحد تاني صاحب العين مش قادر يستفيد من الممتلكات بتاعته. طيب حضرتك قلت هيتطرح لمناقشة مجتمعية، ده بعد ما نخلص النقاش فيه المبدئي في البرلمان ولا هيبتدي من بره لجوه يعني؟ لا بص حضرتك، هي طبعا القانون ده محطوط على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان في مجلس النواب، هذا دور الانعقاد ده، ونأمل أن احنا نخلصه قبل نهاية دور الانعقاد ده إن شاء الله يا رب. والله هيبقى فرح الناس. هنسمع الأطراف كلها، كل المعنيين وكل الخبراء وكل القانونيين في هذا الأمر، ولازم نشوف أحكام المحكمة الدستورية اللي صدرت في السنوات السابقة تبقى أمام نظر اللجنة، لأن الموضوع زي ما أنت قلت صعب قوي وحساس ومحتاج دراسة متأنية. صحيح. طب لو حكمنا على ما صدر بالفعل من سنة، اللي هو زيادة 15% على الإيجارات للشخصيات الاعتبارية والوحدات التجارية، وتزيد ال 15% دي بدءا من السنة اللي فاتت على مدار 5 سنين، وبعد كده يبقى فيه عقود أخرى، ممكن حضرتك تقول لنا بعد سنة إيه اللي حصل؟ بص حضرتك، هو أصلاً دي كان الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية. مين الأشخاص الاعتبارية؟ هي الحكومة بكل فروعها، الشركات بكل أنواعها، دي الأشخاص الاعتبارية. لكن ما كانش الأشخاص الطبيعية اللي هو أنا وحضرتك كده، التجاريين، بيسمى شخص طبيعي يعني من واحد لواحد ما يشملوش هذا القانون. لكن هذا القانون كان بيشمل العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية. وده ليه؟ لأن كانت أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم قالت فيه إن لا يمد الإيجار للعقارات اللي مؤجرة للأشخاص الاعتبارية. لقينا لما جاء يطبق حكم المحكمة الدستورية وبدأت المحاكم تدي أحكام، فوجئت الحكومة إن عندها عدد كبير من المقرات بتاعتها اللي بتقدم خدمات للمواطنين هتتاخد منهم، وهي طبعا مش مستعدة إنها تقدم الخدمات دي، مفيش مكان آخر. وبالتالي كان في ضرورة تشريعية إن يتدخل البرلمان عشان يدي فرصة للحكومة، وإداناهم 5 سنين على أساس إن في ال5 سنين دول يكونوا دبروا المقرات للخدمات الجماهيرية، ما بين مكاتب بريد، ما بين مكاتب تأمينات اجتماعية، يعني حاجات كتيرة قوي بتقدم خدمات للمواطنين كانت مقرات مستأجرة. عظيم. سيادة النائب أنا بشكرك جدا لتوضيح النقطة دي لأن حصل فيها لبس. طيب هل معنى كده أن نفس النموذج ده هيتطبق على الأشياء الأخرى؟ يعني إذا كان ده للأشخاص الاعتباريين. والله هو نموذج
محل دراسة، وهنشوف هل النموذج ده قابل للتطبيق على الوحدات السكنية والوحدات التجارية الأخرى ولا لأ. يعني فكرة مطروحة إن أنا أعمل زيادة سنوية يتفق عليها بشكل أو بآخر عشان أوصل في مرحلة ما للسعر العادل لهذا العقار، وفي هذه الحالة هتستقر الأوضاع. أما يطبق القانون بقى يبقى العقد شريعة المتعاقدين ونعود للقانون الطبيعي، يبقى في الحالة زي دي حتى هتبقى في حالة من الرضا ما بين الطرفين. صحيح. خلي بالك حضرتك انت قلت فيه شد وجذب بين الطرفين طول الوقت، المالك والمستاجر، وكل واحد بيدافع عن وجهة نظره، وكل واحد في واحد بيعتبر نفسه خسران جدا، وواحد بيعتبر نفسه صاحب حق، وهكذا. لكن احنا نقدر نوفق ما بين هذه الاوضاع تدريجيا باسلوب زي اللي اتبع فيه القانون المشار اليه الخاص بالاشخاص الاعتباريين. زي ما حضرتك قلت الموضوع محتاج جرأة شديده جدا للتطبيق ولاصدار هذا القانون، واحنا معتمدين على حضراتكم لحل ده. بنشكركم جدا جدا دكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب، شكرا جزيلا لكل المعلومات اللي اديتها.